الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. ضيفي العزيز اللي أنا بسعد جدا بوجوده معايا النهاردة دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية واستشاري بمراكز رويال للخصوبة. طبعا اسمه متميز للغاية. أهلا بيك يا دكتور أحمد، منورني في الناس الحلوة. أهلا بحضرتك يا دكتور. قبل ما أدخل، سعدت بحضرتك، أنا اللي سعيد جدا بوجودك النهاردة. قبل ما أدخل في النهاردة في التفاصيل الحالة، إيه رأيك في الكلام اللي إحنا قلناه النهاردة؟ هو فعلا يعني كلام جديد، يعني إن الواحد حاجة مش متداولة إن إحنا تسمع بعض الحاجات اللي هي جديدة دي، ممكن بعض الناس ما تقتنعش بيها زي ما حضرتك قلت، بس يعني الكلام ده بنقول بقى في دراسات بتتعمل وفي ميتا أناليسس بتتعمل وفي حاجات بتتعمل بتأكد لنا أو تمثلنا الحاجات دي. بس هو قصة إن أنا أدور على الحاجات الجديدة دي حاجة مهمة جدا، وده يمكن اللي إحنا بنحرص عليه. يعني إحنا بنحرص سنويا إن بنحضر مؤتمرات طبية خارج مصر. عندنا في 3 مؤتمرات كبار بنحضرهم سنويا، هي مؤتمر الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، ومؤتمر الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ومؤتمر جمعية الشرق الأوسط للخصوبة والعقم. الثلاث مؤتمرات الكبار دول بيتعرض فيهم كل الأبحاث الجديدة بقى اللي حضرتك زي ما حضرتك بتتكلم عليها دي. يمكن بنستفيد بجزء منها ونقدر نطبقه عمليا، وفي حاجات بتبقى لسه تحت الدراسات. إيه العوامل اللي أنت شايف إنها الأهم في تحديد نسب نجاح الحقن؟ هو طبعا النجاح شيء جميل وكلنا بنسعى لتحقيقه، بس النجاح والتوفيق كله بإذن الله سبحانه وتعالى. بس ربنا بيقول لنا إيه؟ خدوا بالأسباب. أنا عشان أدور على عوامل نجاح لازم أشوف إيه الأسباب اللي تؤدي إلى النجاح ده. أنا بقسمها أنا عن نفسي، في عوامل خاصة بالمريضة نفسها، في عوامل خاصة بينا إحنا كأطباء، وفي عوامل خاصة بالمركز اللي هعمل فيه عملية الحقن المجهري. عوامل خاصة بالمريضة، السن بتاع المريضة، يعني كل ما زاد سن المريضة كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شوية وربنا بيكرمهم بالحمل. احنا بنقول لهم بنجتهد وبنحاول بنقول يا رب، بس بنبقى معرفينهم نسب النجاح بتاعتهم شكلها ايه. في حاجة تانية خاصة برضو بالمريضة، حاجة اسمها مخزون المبيض. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. في وقت بعض الناس بيجي لها ان المخزون المبيض بتاعها ده يبقى قليل، وناس تانية بيبقى المخزون المبيض بتاعها طبيعي وناس مخزونها زايد. يعني في دلوقتي المخزون الطبيعي ده انا بشخصه ازاي او بعرفه ازاي؟ بعرفه بطريقتين، في تحاليل هرمونية بعملها عشان اعرف ان المخزون ده كويس، وفي الترا ساوند او سونار بشوفه. بالالترا ساوند او السونار بلاقي قدامي المخزون بيدي على الالترا ساوند عدد حويصلات مبدئيه تقريبا في حدود 6-16 بويضه في المبيضين، يعني تقريبا كل مبيض تقريبا في حدود 5-6 بويضات، ده المخزون الطبيعي. طب جيت بالالترا ساوند برضه بصيت لقيت عدد البويضات المبدئيه دي اقل من 5 في المبيضين، يبقى ده مخزون ضعيف. طيب لو لقيته زايد قوي في المبيضين اللي هو عدد بويضات اكتر من 16 بقى في المبيضين، ده اللي بيبقى مخزون زايد، اللي هم المرضى اللي عندهم حاجه اسمها تكيسات المبيضين. يبقى ده الحكم اولي بحاجه اسمها بقيس الانترال فولك الكاونت او مقدمات البويضات على السونار. اللي احنا شايفينه ده تكيس. ده تكيس. ده حضرتك ده تكيس، شوف عدد بويضات في مبيض واحد اهو معدي تقريبا القرب ال 10 بويضات في مبيض واحد. فده اسمه تكيس مبيضين. ان عندي فرط تنشيط، ان لما اجي بديها انا ببقى خايف منها وانا بنشطها ان ممكن المريضه دي تخش لي في حاجه اسمها استجابه زايده للتنشيط. طب هل بحكم عليهم بس بالالترا ساوند زي ما انا بشوف الانترال فولك الكاونت؟ لا، في بقى تحاليل هرمونيه. في تحاليل زمان كنا بنعملها، تحاليل اللي هي مسؤوله عنها الغده النخاميه عندنا اللي هم الاف اس اتش والال اتش، دول كنا بنعملهم في ثالث يوم البريود. بس اتضح ان التحاليل دي دقتها مش دقيقه قوي وبتختلف من معمل لاخر، ولقينا ان فيها اختلافات كتير والمريضه لازم تيجي ثالث يوم الفيديو تعملها. فطلع بقى تحليل احدث اللي هو الانتي بوليريان هرمون، ده بيتعمل في اي وقت من البريود. يعني المريضه ممكن تجي لي مثلا رابع خامس عاشر يوم، تيجي بعد انتهاء البريود مباشره او قبل البريود الجديده، مفيش اي مشكله. وفي نفس الوقت ده دقيق او اكثر دقه.
بحكم عليه ازاي؟ انا عندي رقم واحد مديه هو الكات ليفل بتاعي او العامل بتاعي. اقل من واحد يبقى المريضه دي عندها ضعف مخزون، اكتر من واحد يبقى المريضه عندها مخزونها كويس. لو بقى اكتر من ثلاثة يبقى المرضى اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليهم من شويه اللي هم مرضى التكيسات اللي عندهم بقى ايه استجابه زايده. طيب يبقى ده خاص بالمريضه، احنا اتكلمنا على المخزون واتكلمنا على السن. كلمنا المريضه دي حاولت قبل كده محاولات حقن مجهري ولا لا؟ طب حاولت وفشل اكتر من مره حقن مجهري يبقى فرصها اقل شويه. طب هل المريضه دي سبق حملت ولا لا؟ ما في حاجه اسمها عقم ثانوي، يعني هي اصلا حملت وولدت وبعد كده دخلت ان هي في العقم، بدا يحصل لها مشاكل تانية فبدات تتجه للحقن المجهري. المريضه دي احسن من غيرها اللي لسه اول مره تروح للحقن المجهري. ليه؟ لان الرحم ده سبق واستقبل حمل، يعني اطمنت في حاجه اسمها ريسبتيفيتي ان الرحم ده بيستقبل، فدي فرصها تكون اعلى. يبقى ده عوامل خاصه بالمريضه. اهو الوزن بتاع المريضه، يعني كل ما زاد وزن المريضه كل ما قل فرص الحمل عندها بالحقن المجهري. عشان كده احنا عندنا في المراكز بتاعتنا يمكن عاملين حاجه اوبشن زياده، ان احنا عندنا استشاري تغذيه موجود في المركز، بحيث لما المريضه تبقى عندي زايده وزن ومحتاجه تخش تقلل وزنها وتعمل دايت، انا عندي الدكتور التغذيه بتاعها يبتدي يمشي في الخطوات بتاعتنا، بحيث كلنا بنعمل تيم ورك كلنا عشان نزود فرص الحمل عند السيده دي. ده فيما يخص المريضه. المريضه في حاجه ثانيه في المريضه، في في بقى لو المريضه عندها اي مشاكل امراض زي الغده الدرقيه او السكر او الكلام ده، فلازم تظبيط الكلام ده قبل اجراء عمليه الحقن المجهري. في بقى حاجه تخصنا احنا كدكاتره، ده شغلنا بقى. انا دايما بقول اهم من العمل ضبط العمل. يعني انا رايح اودي مريضه زوج وزوجه الحقن المجهري، ما اقومش واخدهم من ايدهم كده يلا تعالوا نعمل حقن مجهري، لا، لازم نحضرهم كويس. احضرهم كويس ازاي؟ اقعد مع الزوجين الاول اديهم كل التعليمات الخاصه بالحقن المجهري، ايه العمليه؟ ايه الخطوات بتاعتها؟ نسب النجاح بتاعتنا اخبارها ايه؟ هل في مضاعفات ولا لا؟ وحتى التكلفه الماديه افهمهم هيمشوا الموضوع بتاعهم ده ازاي؟ طب خلصنا من القصه دي، بنسميها مرحله الكونسلنج. في مرحله ثانيه بقى ان انا ابتدي اخد التاريخ المرضي للمريض والمريضه. الهيستوري تيكنج ده حاجه من الحاجات المهمه جدا، لان في حاجات بتبقى في الهيستوري ده دي حرفنه كبيره دي. لو اخد التاريخ ده حرفنه مهم قوي. يمكن احنا زمان واحنا ايام ما كنا بندرس بطنه كان يعلمونا ازاي ناخد الهيستوري. الهيستوري ده حاجه مهمه جدا، يعني المريضه عندها سابق سكر او عندها مشاكل في الغدد او خلافه او عملت عمليات سابقه، ده مهم جدا. خلصنا من الموضوع ده، نبتدي ننتقل لموضوع بقى الفحص بتاعنا. الفحص بينقسم لحاجتين، فحص بالتحاليل وفحص بالموجات الفوق الصوتيه. التحاليل الزوج الاول هنقول له ايه؟ تعالى حضرتك هتعمل تحليل سائل منوي، عاوز ابص فيه على ايه؟ ثلاث حاجات مهمه عندي: عدد الحيوانات المنويه، شكل الحيوانات المنويه، الحركه بتاعتها. طيب هل ده لكل الازواج؟ بعمل لهم. طب مريض جالي فشل اكتر مره حقن مجهري، هعامله زي اللي انا اول مره؟ لا طبعا، مش هطلب منه ده بس، هطلب منه بقى تحليل زياده شويه. وده زي حضرتك كنت بتقول ايه، الجيل الجديد بيفكر بقى ايه بطرق جديده وعاوز يشوف يدور على اسباب خفيه لفشل الحقن المجهري. نبتدي نطلب منه تحليل اسمه دي ان اي فريجمنتيشن، اللي هو تكسير ماده وراثيه في راس الحيوان المنوي. هل ده هنطلبه لكل الازواج؟ لا، هطلبه للي فشل عندهم حقن مجهري قبل كده. طيب ده الزوج. الزوجة ممكن نعمل لها تحاليل البيزك بتاعتنا اللي هي تحاليل غدة النخامية اللي كنا لسه بنقولها الـ FSH والـ LH، تحليل الهرمون عندي هنا هرمون بيطلع هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين، تحليل هرمون الغدة الدرقية TSH والـ E2. طيب التحليل دي بتتعمل ثالث يوم البيريود. اطمنا التحليل دي كويسة، هنعمل لها برضو تحليل مخزون مبيض اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك فيه من شوية. اطمنا ان المريضه دي كويسه، ده بنعمله لكل المرضى المقبلين على الحقن المجهري. هنيجي بقى للمرضى اللي برضه فشل عندهم الحقن اكتر مره، هنعمل لهم نفس التحليل وبس؟ لا طبعا، هنبتدي نفكر في حاجات تانيه. لانه فشل اكتر من مره. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام مضاده. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام مناعيه. اجسام مضاده يعني الجسم مش بيوصل الدم كويس للرحم ده او للجنين ده، وبالتالي ما بيحصلش الحمل. اجسام مناعيه يعني الست دي بدا يحصل عندها خلل في الجهاز المناعي، بدا يعتبر الجنين ده حاجه غريبه ويهاجمها وما يثبتش الحمل ده جوه الرحم. طب دول لهم علاجات؟ بنديهم بعض العلاجات زي الاسبرين الاطفال، زي الحقن اللي تحت الجلد بتاعت السيوله، نديهم كورتيزون اللي هم اللي عندهم اجسام مناعيه. كل ده بس اشخص بس تشخيص صح الاول، يبقى انا
شخصت صح عالجت صح. ده جزء خاص بالتحاليل. في جزء بقى خاص تاني بموجات فوق صوتية. أنا بقى الفحص بتاعي بالسونار على السيدة دي عاوز أبص إيه عند السيدة دي؟ هو الجهاز التناسلي عندي أصلاً إيه المهم عندي اللي أنا ببص عليه؟ ببص على الرحم، ببص على المبيضين، ببص على حاجة اسمها قنوات فالوب. الرحم أشوف شكل الرحم ده إيه؟ في شكل رحم طبيعي معروف الشكل الطبيعي بتاعه، له بطانة رحمية طبيعية، له شكل طبيعي، ده شكل رحم طبيعي معانا. الشكل الطبيعي ده أنا ببص عليه خلاص اطمنت إن الست دي ما عندهاش أي مشكلة. طب في ناس تانية عندها مشاكل جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها تليفات جوه الرحم أو رمل فيه، ممكن يكون عندها لحميات جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها يعني ده شكل ورم ليفي جوه الرحم اهو، ممكن يكون عندها حواجز رحمية، الحاجز الرحمي يعني، كل ده في تشخيصي وأنا ببص بالألترا ساوند. ده حاجز رحمي، ده شكل حاجز رحمي وحاجز رحمي كامل كمان. طب هل حضرتك بتبص عليه وشفته وخلاص؟ لا، ده انا شخصته واقدر اعالجه. اعالجه بحاجه اسمها المنظار الرحمي. بخش اشتغل بالمنظار الرحمي ده واصلح الحاجز الرحمي ده. الحاجز الرحمي ده مش قصه ما يعملش، ما يخليش المريضه تحمل بس، ده بالعكس كمان لو حملت والحاجز الرحمي ده موجود هيحصل لها اجهاض، هتيجي على الشهر مثلا الرابع او الخامس مش هتكمل لان الرحم مقسوم عندي نصين. يبقى لازم اصلح القصه دي قبل ما المريضه تخش الحمل. ادي حاجه خاصه بالرحم. حاجه خاصه بالمبيضين، اشوف المبيضين هطمن على ايه، حجم المبيضين ده كويس ولا لا، هل في مشكله في المبيضين دول ولا لا. المريضه دي عندها اكياس على المبيض، في حاجه اسمها اكياس وظيفيه تبقى موجوده على المبيض، في حاجه اسمها اكياس دمويه تبقى موجوده على المبيض اللي الاسم الدارج بتاعها اللي هو بطانه الرحم المهاجره اللي هي تشوكليت سيست او الاكياس الدمويه. ده شكل يعني اكياس ده شكل كيس دموي هو موجود على المبيض. وتطور معالجتنا له على مدار السنين. زمان كان كل معالجتنا الاكياس الدمويه حضرتك نخش لها بالمنظار، يلا نشيل الاكياس الدمويه دي او الجراحات. اتضح ان الكلام ده جزء منه خاطئ كبير. ليه بقى؟ المرضى دول لما حضرتك شايف الكيس الدموي، شوف هو لازق تقريبا في المبيض، فلما باجي اشيل الكيس الدموي ده غصب عني بشيل جزء من المبيض او اكوي جزء من المبيض، فباثر على مخزون السيده دي. فباجي اقول لا، السيده دي حديثا بقى. عشان كده بقول لحضرتك ان العلم كل يوم في جديد وكل يوم في تطور، ولو حضرتك مش مواكب التطور ده وما بتتابعش وما بتروحش تحضر مؤتمرات طبيه خارجيه وبتشوف الوضع ايه، حضرتك هتفضل بالكونسبت، هيقع في مبلغ في, في في غلطه كبيره ان هو يشيل الكيس. الكونسبت القديم، الكونسبت القديم خش حضرتك شيل، تيجي بعد كده السيده دي مخزون المبيض بتاعها يبقى قليل خالص، اجي اساعدها مش عارف اساعدها، يبقى كده جه كحالها عمل. ايوه زي ما حضرتك قلت. طب دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك لا، ما تشيلش الاكياس الدمويه دي، حضرتك ادي لها حاجه تهبيطيه، حقن تحت الجلد كده بتتاخد شهريا قبل الحقن المجهري لمده 3 شهور، تهبط الاكياس دي وابتدي نشط حضرتك، وما تلمس الاكياس دي ولا تيجي ناحيتها طالما المخزون بتاعها بوردر لاين. طب لو مخزونها بقى زايد، ممكن الى حد ما ابتدي اشيل بس ابقى محاسب. يعني لو الاحجام كبيره، يعني بنتكلم في 7 سم 8 سم 9 سم، ما تجيش بقى كيس مثلا 2 سم 3 سم وحضرتك تقول لي انا داخل اشيله بالمنظار. تشيله بالمنظار ليه؟ انت بتدور السيده مش بتفيدها. يبقى عوامل نجاح الحقن المجهري واحده من اهم المناطق الطبيه، اهميه ابجدياتها مهمه جدا، تتطور سنويا، تتطور مش سنويا، تتطور كل يوم. على الفريق الذي يرغب في العمل في هذا الفيلد ان يكون دائما اب تو ديت، لانه هناك تغيرات كبيره جدا في المفاهيم، في الكونسبت، في التكنولوجيا. نحن نتحدث عن علم مدعوم بتكنولوجيا، ودايما نوعيه من العلوم اللي بتبقى مدعومه بتكنولوجيا، تكنولوجيا حضانات، تكنولوجيا معامل، ميكروسكوبات، تكنولوجيا مناظير، تكنولوجيا ميديا، تكنولوجيا كل خطوه اساطر. دايما العلم القائم على التكنولوجيا او المرتبط بها دائما تطوراته بتكون سريعه، وفي هدف مهم جدا، ضمان اعلى نسب نجاح، ضمان افضل تقنيه، ضمان اقل اثار جانبيه. عشان كده لازم نبقى اب تو ديت. ضيفي العزيز دكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائيه، وطبعا الاستشاري بمراكز رويال للخصوبه. نورت
وشرفت واسعدتني بهذا الحوار. وانا سعدت بتواجد مع حضرتك، واتمنى ان نكون المشاهدين بتوعنا استفادوا باللي احنا قلناه النهارده. اكيد استفادوا، خليكم دايما معنا سحر.